أجهزة جوالات بكل علاماتها التجارية العالمية تصنع هنا في هذا المستودع، تقليد لأجهزة الجوال ماركات عالمية. نشوف مع بعض اللي اليوم هي ضربة استباقية. شكرا لكل رجال وزارة التجارة اللي موجودين اليوم، اللي بتشوفوه عبر الجوال هو جزء بسيط جدا من اللي شاهدته خلال هذه الحملة اليوم وياهم. يا اخوان هذه كلها اجهزة جوال جاهزة ايضا للحفر وطبع عليها علامات اخرى. ثامر، ايش الاجهزة اللي امامنا هنا؟ سامسونج وايفون وهواوي، واغلبها قطع هذه الماكينة اللي تشوف الحين المكان هذه يقوم وضع الجهاز وحفرها زي ما هو واضح لنا هنا. سامسونج يحفرها الجهاز، يجي الجهاز كده، يجي الجهاز بهذا الشكل. وهذا مو مطبوع المربوع، هذا المربوع، هذا المربوع. يجي الطباعة طبعا تكون هنا، شوف السامسونج عندك هنا. اي واضح الحفر الليزر، وهنا كمان ايضا ايفون، والايفون عندك جالكسي، وفي عندك الماكينة الثانية شوف فيها اذا فيها شيء، فيها السامسونج. اي واضح واضح ان البضاعة توها جديدة في بيتهم لانها مرفوفة تحت، لسه ما اشتغلوا عليها. لو تلاحظوا يا اخوان هنا سامسونج، هنا كما تلاحظ مطبوع عليه، تلاحظ هنا علامة سالم، هنا تلاحظ سامسونج اخر بدون شعار عليه، وهذا الجهاز الثاني اللي نحط عليه الشعار بعد الحفر بالليزر. طبعا الكميات اللي مثل ما تشوفها من تحت هذه اجهزه جاهزه للحفر، وهذه الاجهزه الثانيه برضو تختلف الالوان والاشكال كلها. عندك كمان الاجهزه ايفون، طبعا هنا يركب عليه القطعة مثل بالشكل النهائي، طبعا هذا مو مراكب، الشكل النهائي اللي هنا لو نشوفه هذا هو. يعني يستوردوا القطع الداخلية ويبدأوا هنا يغيروا في موديلاتها. كيف تقارن بين الأجهزة؟ شوف الاستيكر اللي فوق وشوف الاستيكر اللي هنا اللي فوق بالضبط. صحيح نفسها، ويضع هنا زجاج الايفون ويتم حفظ طريقة. هذا الجهاز ايش هذا؟ ايفون، يدعي انه ايفون يعني ويعيدوا برمجته ويعدلوا ويحطون